يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا، وسعد الله مساكم من خلال حلقة جديدة من برنامجكم اليومي قانون اللعبة. ومثل ما عودناكم كل يوم راح نسلط الضوء على لعبة جديدة ورياضة أيضا متنوعة، راح نتعرف وياكم ونطلع نشوف البطاقة التعريفية الخاصة بضيف اليوم اللي نعوده وياكم. نرحب بضيفنا ونمسي عليه بالخير المدرب الوطني الأستاذ فايز المطيري، منورنا في برنامج قانون اللعبة. واليوم راح نتكلم عن قوانين القدرة والتحمل وأبرز هذه القوانين في اللعبة. يا مرحبا ومسهلا فيكم، وإحنا اليوم تشرفنا في لقائكم، وإن شاء الله نقدر نخدمكم ونخدم المشاهد اللي يتابع الحلقة إن شاء الله. الله يسلمك. في البداية أستاذ فايز، أبرز القوانين في رياضة القدرة والتحمل بخصوص قوانين القدرة والتحمل. لعبة القدرة والتحمل يمكن من أتعب لعبات الفروسية، وقوانينها شوي صعبة، وهي اللي تخلي اللي يصير فيها شوية حماس وشوية يعني تشفق للإنجاز. وإذا حسيت بالإنجاز، حسيت أنك أنت تعديت قوانين صعبة، وصلت مرحلة يعني الواحد يحس في إنجازها ولذتها الفوز فيها. نعم. لأن قوانينها صعبة، يعني صعبة، يعني مو أي أحد ممكن يكون مبدع في هذا المجال، لازم بالبداية يلتزم في هذه القوانين. طبيعي. ولازم يجتاز القوانين هذه. طبيعي. راح يكون طبيعي. هذا يعني فارس ماهر، يعني على قولتهم اللي يتخطى الأمور هذه كلها، يعني يكون واصل مهاراته عالية يعني. نعم. لأن قوانينها صعبة حيل. شنو الصعب فيها أستاذ فايز؟ يعني الصعب فيها يكونون الفرسان اللي يركبون يكون لهم وزن معين، فرسان يكون لهم عمر معين، يدشون تأهيليات على أساس يوصلون مرحلة البطولات الكبيرة. حلو. لازم يعدي له تأهيليات، على سبيل المثال يروح 40 كيلو ب40 كيلو ثانية. ولازم يكون مجتاز فيها، يعني الحفاظ على الفارس وعلى الجواد بنفس الوقت. نعم. أي خلل فيهم استبعد تلقائي من البطولة، فأنت على طول من البطولة استبعد، فيكون شنو مرتبطين في بعضهم، مصيره مرتبط في بعض الفارس والجواد. وإن يعدون مرحلة 40-40 اللي هي المفروض عليهم الاتحاد الدولي، 80-80 بعدها يقدروا يشاركون في البطولات العالمية والبطولات الكبيرة. نعم، هذه أبرز القوانين. في قوانين أخرى بعد. طبيعي. المسافة، الشروط اللي يفرضونها أيضا على المتسابقين المشاركين في رياضة القدرة والتحمل. بخصوص القوانين القدرة والتحمل، لو تكلمنا إحنا وياك فيها يمكن راح تطوف علي الحلقة كلها كاملة، ما أقدر أشرح. نبي نتكلم على أبرز هذه القوانين اللي أبرز تكون القوانين رئيسية. إنه ما يصير حصان يجيني من برا وعلى طول يشارك في بطولة مثلا 2 ستار أو بطولة 3 ستار، لازم يكون متدرج تدريجيا، يرتفع مستوى شوي شوي لما يوصل يخلص الكواليفاير، بعدين يطلع البطوله 1 ستار، بعدين يطلع 2 ستار، بعدين يطلع 3 ستار، هي البطوله العالميه. حلو، هذا كحق الحصان نفسه. صحيح، هذا حق الحصان وحق الفارس نفس الطريقه، هم الفارس مطبق عليه نفس شروط الحصان، تطبق على الحصان تطبق على الفارس. نعم. واللي اهم منها حتى بالبطولات تكون محافظ على نسبه الجفاف بالخيل. حلو. تكون محافظ على دقات قلب الخيل اللي تكون ما ترتفع مثلا فوق المعدل المطلوب. نعم. ما يكون صايب العرج. نعم. هذا اللي يكون مستبعد فيها الجواد. نعم. اثناء المسابقة. نعم. أيضا ودنا نتكلم ونركز أكثر على المسافات والوقت المحدد لهذه القوانين وهذه الرياضة. المسافات، بخصوص المسافات، يعني تبدأ المسافات تقريبا كبطولات كلمت أنا، يعني من 100 كيلو لغاية 160 كيلو. نعم. الوقت المحدد تختلف بين بطولة وبطولة، تختلف. 100 كيلو تقريبا يخلصون الفرسان على غالب 7 ساعات إلى 6 ساعات ونص تقريبا. 120 كيلو تستطيع طبعا ابو ساعه عنها، 160 كيلو لا، هذه حكايتها طويله شوي، هذه سالفتها طويله، يبي لها حلقه كامله. اي هذه قصه طويله. نعم. وابرز شروط الامن والسلامه في هذه الرياضه والقوانين نفسها. شروط الامن والسلامه، هم في لجنه طبيه وفي لجنه تحكيم. نعم. والسباق عباره عن جولات، يعني مو 100 كيلو تروح 100 كيلو كامله، لا، تروح تخلص 30 كيلو ترجع للجنه، اللجنه هي تتابع حاله الجواد، اذا كانت حالته سليمه يسمحوا لك بالجوله الثانيه. إذا حالته حاشة يعني أي تخلخل في الجواد أو أنه عرج أو شيء، على طول تستبعدون البطولة. نعم. فمطبقين نظام الصحة والسلام يعني على الفرسان وعلى الخيول نفس الوقت. نعم. أستاذ فايز، أيضا ودنا نعرف المشاهدين على عدد المشاركين في هذه الرياضة، رياضة القدرة والتحمل، وأيضا عدد الحكام المتواجدين في المسابقة. إذا كانت البطولة رسمية تقريبا يكون عدد الحكام الموجودين ما يقارب 6 حكام. نعم. عادة نلجأ للحكام الدوليين اللي يكون عندهم خلفية كاملة، يجون أشراف الاتحاد الدولي
يشرفون على إقامة البطولة حكام دوليين تقريبا 6. نعم. بالنسبة للأطباء يكون الأطباء يعني ما يغالب 8 إلى 9 هم دوليين، ما ناخذ محليين، نلجأ للدوليين يكونون أكثر ثقافة. نعم، للحين الحديث ما انتهى معاك أستاذ فايز، بس راح نطلع نشوف مع مشاهدينا هذا التقرير ولنعود ويا ضيفنا. أوصانا ديننا الحنيف بركوب الخيل لكثرة فوائده، وبهذا تم إدخال رياضة القدرة والتحمل إلى عالم الرياضة. ولعل أهم وأبرز هذه الفوائد هي اللياقة البدنية والمهارة الجسدية وزيادة نسبة الذكاء الانفعالي وضبط النفس، وكذلك تنمية القدرة على تحديد الهدف والقدرة العامة على التركيز. وتعتبر هذه الرياضة من الرياضات الأكثر انتشارا في الوطن العربي وأوروبا وأمريكا. بعد ما شفنا معكم هذا التقرير الجميل لنعود ويا ضيفنا فايز المطيري، ودي أسألك أيضا عن قوانين المستحدثة في هذه اللعبة رياضة القدرة والتحمل. القوانين المستحدثة في اللعبة قوانين كثيرة، لكن نتكلم احنا في دولة الكويت. هنا حاولنا الفترة الأخيرة صرت تسلط الضوء شوي على الفروسية. السيد معالي الوزير الإعلام وشباب الرياضة ما قصر، جاء في إبداع، جاء في استراتيجية جديدة تقريبا لكل رياضة وبالأخص رياضة الفروسية، عطى لكل حقه. حلو. فهذا تأمل منا احنا كرياضيين في الخطوة الإيجابية اللي قدمها سعادة الوزير، وكنا متأملين في وجوده خير، ولله الحمد يعني وصلنا لاستراتيجية مستقبلية توصل مرحلة الاستقرار في الرياضة الكويتية وبالفروسية بالذات. نعم، وأبرز خلينا نقول القوانين اللي تم استحداثها في هذه الرياضة وأبرزها. خلينا نتكلم عن أبرز هذه القوانين. واللي يميزها أيضا عن السابق. القوانين الحديثة اللي طلعت الحين من الاتحاد الدولي شوي تصعبت، ما صارت فيها صارت أصعب زيادة، إحنا نتمنى تكون أسهل شوي. لا الطريقة صعبة. رياضة صعبة. الطريقة صارت أصعب. على الفارس بالذات وعلى الجواد، انه سرعات معينه لازم الخيل يكون مستاز في سرعات معينه، لازم نقاط التبريد تكون من يعني قبل كان مفتوح نقاط التبريد اي وقت تبرد الخيول، الحين لا صارت كل 5 كيلو نقطه تبريد. نعم. فهذه من اهم القوانين الجديده اللي استحدثوها يعني الاتحاد الدولي للقدره والتحمل. نعم، رياضه القدره والتحمل تنصح فيها خلينا نقول الشباب انه يدشون هذه الرياضه؟ جدا. أنا برياضة قدرة التحمل من 20 سنة. البداية صعبة الحين نصمها هنا ما يبي لأن لأن ما يجي شيء بالساهل. نعم. وين تحسي بالإنجاز لما الشيء اللي تأخذه هو صعب؟ أكيد. أما شيء سهل بالنهاية ترى ما له قيمة يعني، لأنه سهل. نعم. أي واحد يقدر يسويه، أما الشيء الصعب والشيء اللي يجي شوي وراء تعب. نعم. إنجازه بالنسبة لك أنت إذا أنجزت تحس في إنجاز إنه له لذة ثانية يعني، مختلفة عن باقي الألعاب السهلة، اللعبات السهلة يعني. نعم، ومثل ما تفضلت أستاذ فايز أن الرياضة هذه يعني خلنا نأخذها خطوة بخطوة يعني ستيب باي ستيب، يعني أنت ما راح تدش على طول بعمق، لكن راح يكون هناك في تأسيس، في تأهيل، في أيضا مشاركات، من بعد هذه المشاركات وبعد ما تعدى المشاركات هذه وخلنا نقول تفوز فيها أيضا، هني راح تتأهل في النهاية. طبيعي. المسابقة خلنا نقول النهائية نفسها. صحيح، يعني هم أول ما يدشون يعني الأغلب الحين الفرسان قاعد يدشون ما يقارب أعمارهم بين 14 إلى 15 سنة. أكثر إقبال عليها؟ حيل. هذا ياخذها تقريبا 2 على يوصل مرحلة البطولات. نعم. أو فشوية يعني قاطع مشوار طويل، لما يوصل مرحلة البطولات شوي الفارس يكون فيه شوية قدرة على حتى على تحمل المسابقات الطويلة، حتى على تمالك في أعصابه. نعم. اليوم ترى القدرة التحمل مو مربوطة بجواد، مربوطة بجواد ومربوطة فارس، يعني الفارس لازم يكون عنده هم تحمل، يكون عنده قدرة تحمل إنه يركب مسافات طويلة. بالضبط. فهي الشيء اللي عجبك فيها في البداية لما دشينا المجال هذا كنا شوي يعني في كل بطولة تكون متوتر، تكون متحمس، يكون في دور الحماس. شوي شوي صار العملية شوي لا. بعد الممارسة فتصير. بعد الممارسة صار في شوي يعني باللعبة على ما قالهم. خبرة خلاص يعني خبرة يصير خبرة ويكون واحد حليم يعني نوعا ما يعني يكون حتى لو الاستبعاد يعني قبل ما يعطونك الاستبعاد الجواد او استبعاد الفارس. نعم. يكون صدمة على فارس تعبان يعني طايف الثلاث مراحل كثيرة. نعم. واصل المرحلة الأخيرة ويستبعدونه فيحس انه بعدين بعد التطور صار خلاص تدري ان هذا مو نصيبك. ليش؟ نعم. هم عودوك انك تتحمل حتى القرار السلبي يعني. نعم. مو موضوع اللي حتى القرار السلبي راح تحمله. نعم. اللعبة هذا قاعد تطور يعني اسم على مسمى قدرة وتحمل. صحيح. وصبر يعني فيها. هي تطور حتى الفارس. نعم. الفارس نفسه تطوره يعني حتى لو في قرار سلبي بإذن الله ما يتفاجأ منه لا يصير خلاص يتقبل. تعود عليه يتقبل وصير تعود عليه. نعم. يعني هذا من أجمل الهوايات اللي تعطي الواحد
المجال انه يتحمل ويكون عنده قدره على الانجاز. نعم، احنا ودنا نتكلم وياك اكثر وسعداء ايضا بوجودك استاذ فايز، كل الشكر ونتمنى لك التوفيق على هذا المجهود، ونتمنى لك ان شاء الله انت والمشاركين في هذه الرياضه التوفيق الدائم. انا تشرفت اليوم في لقائي معاكم. الله يسلمك، وان شاء الله نوصلنا فكره تخدم المشاهد تخدم محبين فرصة القدرة والتحمل. نعم، وبكذي مشاهدينا وصلنا معاكم لختام حلقتنا من برنامجكم اليومي قانون اللعبة، على أمل نلتقي معاكم غدا بنفس التوقيت. في أمان الله.